ورد في بعض الأحاديث الشريفة الصحيحة أن الإنسان إذا دعا باسم الله الأعظم استجاب الله له. وقف العلماء في حيرة إذ بحثوا عن اسم الله الأعظم، بعضهم قال الله، بعضهم قال الرحمن، والموضوع خلافي، لكن هناك رأي رائع جدا، ألا وهو أنك إذا كنت فقيرا وسألت الله باسمه الغني ففي حالتك اسم الله الأعظم الغني، وإذا كنت مظلوما والذي يظلمك قوي لا تستطيع أن تواجهه وسألت الله باسم العدل فاسم العدل في حالتك هو اسم الله الأعظم، وإذا كنت مفتقرا ولا تجد ما تقتات به فسألت الله باسم المقيت فالمقيت هو اسم الله الأعظم. يعني كل إنسان قد يكون مظلوم، قد يكون مفتقر، قد يكون مريض، من أسماء الله الشافي، فاسم الله الأعظم إذا دعوت به أجابك هو الاسم الذي يتناسب مع حالتك، لكن اسم العليم يدور مع الإنسان في كل أحواله. أولا، ما العلم؟ كما تعلمنا دائما أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فعلمنا غير علمه. نحن كبشر أمام كون في أنظمة، في سنن، في قوانين نظمها الله وسنها الله وقننها الله، فاكتشاف القوانين واكتشاف العلاقات الثابتة بين الأشياء مع الأدلة هذا هو العلم، البحث عن علاقة ثابتة بين متغيرين بدليل وبتطابق للواقع. فإن كانت مقولتنا ليست مطابقة للواقع فهو الجهل بعينه، وإن استقرت مقولتنا إلى دليل فهو التقليد بعينه، وإذا افتقرت إلى القطع فهي شك أو وهم أو ظن. فالعلم ليس شكا ولا وهما ولا ظنا، بل هو يقيني، وليس تقليدا بل معه الدليل، وليس العلم مخالفا للواقع إذن هو الجهل. فعلاقة ثابتة مضطردة بين متغيرين تطابق الواقع ومعها دليل، هذا العلم الذي في حوزة البشر علم لاحق بخلق الله عز وجل، استنبطنا هذه الحقائق من خلق الله، لكن علم الله سبق خلقه، علم الله تجسد في الخلق. للتقريب، يعني ممكن يكون في شبكية العين 100 مليون مستقبل ضوئي في المليمتر مربع، بينما أحدث آلة تصوير رقمية واحترافية فيها 10,000. ممكن يكون بدماغ الإنسان جهاز يحسب تفاضل الصوتين إذا دخلا في الأذنين، هو صوت واحد لكنه من هذه الجهة، فدخل إلى هذه الأذن قبل هذه الأذن بفارق يساوي 1/1620 جزء من الثانية، ففي جهاز بالدماغ يحسب تفاضل وصول الصوتين للأذنين، يكتشف الدماغ أن الصوت من جهة اليمين. ممكن يكون على نوية الحوين معلومات حروف تقترب من 5,000 مليون، أما كلمات 1,000 أو أكثر،
الكلمات الجينية غير الحروف الجينية، وهذه الحروف والكلمات تشكل الإنسان. يعني أنت إذا تأملت في خلق السماوات والأرض وجدت حقائق مذهلة. يعني ممكن إنسان يسافر إلى شمال الأرض إلى المنطقة الباردة والحرارة 70 تحت الصفر، وفي العين ماء، إذا كل إنسان في هذه المنطقة لا بد من أن يصاب بالعمى. فعلم الله يقتضي أن يكون في ماء العين مادة مضادة للتجمد. ممكن؟ ممكن هذا الماء له خاصة يختلف بها عن كل عناصر الأرض، كل عناصر الأرض من دون استثناء بالحرارة تتمدد وبالبرودة تنكمش، إلا الماء. إلا الماء كأي عنصر من أعلى درجة إلى زائد 4، عند هذه الدرجة تنعكس الآية. هذا علم. سبحان الله، ينصرف الناس أحيانا إذا بحثوا باسم العليم إلى أنه يعلم أو لا يعلم. هناك مليار 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 قضية إذا تأملت في دقائقها وخصائصها اقشعر جلدك. ممكن في كل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية، في كل شعرة. ممكن ذاكرة الإنسان تحتوي على 60 مليار صورة في عمر متوسط. ممكن باللقاء الزوجي يفرز الزوج 500 مليون حوين، وتحتاج البويضة إلى واحد، ويقول سيد الخلق الذي ما درس في الجامعة ولا دخل إلى كليات الطب، قال ما من كل الماء يكون الولد. ممكن يكون التهطال المطري في الأرض ثابت في كل الأعوام بعد الإحصاءات الدقيقة جدا، ويقول سيد الأنام ما عام بأمطر من عام. يعني لو أن الإنسان جال في الكون جولة في المجرات، والله سمعت رقم من موسوعة صوتية أكثر من 3000 مليار مجرة، وكل مجرة فيها ملايين ملايين الكواكب والنجوم، ومجرتنا مجرة متواضعة جدا. المجموعة الشمسية بكاملها طولها 150 ألف كيلومتر، المجرة كلها طول الضوء 150 ألف كيلومتر، المجموعة الشمسية 13 ساعة، قمر ثاني، الشمس 8 دقائق. أين أجول؟ في المجرات أم في الكواكب أم في المجموعة الشمسية أم في الأرض، في البحار، في الأطيار، في الأسماك، في الجبال، في البراكين؟ بلد كأندونيسيا فيما سمعت 4000 جزيرة، ثم علمت أنها 8000 جزيرة، وفي كل جزيرة نبع ماء عذب ومصدره من أماكن بعيدة جدا، في أعلى قمم هيمالايا في ينابيع ماء للوعول، معنى واستودع الماء في قمة أعلى. تصميم من؟ اسم العليم يدور معك في كل دقيقة. هذه الفواكه التي بين يديك، الله عز وجل قال فلينظر الإنسان إلى طعامه. لو أن كل الفواكه تنضج في وقت واحد ماذا نفعل بها؟ مبرمجة على مدار الصيف. لو أن النوع الواحد ينضج في يوم واحد ماذا نفعل بها؟ تنضج على 3 أشهر، بينما المحاصيل تنضج في يوم واحد. لو عكست الآية، هذا الرحم يتقلص تقلصا متدرجا متزامنا بلطف ليخرج الجنين من الرحم. بعد أن يخرج الجنين ينقبض انقباض حتى أن الأطباء يصفونه بالصخر، إنه في 10000 وعاء دموي انقطع. فلئلا تصاب المرأة بنزيف يؤدي بها إلى الموت ينقبض هذا الانقباض،
العلماء قالوا لو أن هذا الانقباض تأخر، لو أن الانقباضين انعكسا، الانقباض اللطيف بعد الولادة والقوي قبل الولادة، لماتت الأم وجنينها. أنت أمام مليار 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 مليار، لو بقيت إلى آخر الحياة أقول مليار مليار، لا تنتهي الآيات. هذا معنى اسم العليم. يعني هذه التفاحة شكلها جميل وطعمها طيب وقوامها يتناسب مع أسنانك، وفيها غذاء، فيها معادن، فيها مواد سكرية. تصميم من؟ هذا الحليب تصميم من؟ هذه البقرة تصميم من؟ الله عز وجل يا أخوان يأمركم أن تنظروا في السماوات والأرض، وينظروا ماذا في السماوات والأرض؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. ممكن الحوين أصغر خلية بالإنسان لا ترى بالعين، تدخل إلى بويضة بعد 9 أشهر طفل له وجه جميل، له شعر، له دماغ، له عينان، له أذنان، له أنف، له لسان، يتساءب، يبكي، يأخذ ثدي أمه. والله يا أخوان درسنا في علم النفس، علم نفس الطفل في كلية التربية، أن الإنسان حينما يولد مزود بمنعكس واحد، لولاه لما كان هذا المجلس، ولما كان جامع النابلسي، ولما كانت دمشق، ولما كانت البلاد العربية كلها، ولا العالم. هذا المنعكس، أن الطفل حينما يولد يعطى ثدي أمه فيحكم إغلاق شفتيه ويسحب الهواء. في قوة في الأرض تستطيع أن تعلمه آلية مص الحليب من ثدي أمه لو لم يكن مزودا بهذا المنعكس. إذا قلت اسم العليم أنت أمام مفردات في العلم وحقائق لا تنتهي. فلذلك أيها الإخوة، علم الإنسان كسبي لاحق للخلق، بينما علم الله سببي سابق للخلق، وليس هناك مجال من أجل أن توازن بين علم الله وعلم الخلق. مرة كنت في معمل سيارات في بلد بعيد، أردت أن أحرك ذهن موظف كان في رفقتنا، قلت له هذه المركبة أحدث مركبة، هل تذكر مركبة صنعت عام 1900؟ أنا ذكرت بها. كيف أن المركبة بسيطة جدا، العجلات ليس فيها هواء، الحركة واحدة، السرعة متواضعة جدا، تشغيل المركبة من خارجها، والمصابيح فيها فانوس وفيها شيء عن طريق الزيت. قلت له وازن بين هذه وتلك. قال ماذا تعني؟ قلت له الله عز وجل خلق الإنسان خلقا كاملا بادئ ذي بدء، وما في أي تعديل طرع على الإنسان. ما في عندنا إنسان موديل 2050، كل شيء بالإنسان كامل كمال مطلق. لكن في عندنا مركبات لا تعبأ بها، قديمة جدا أمام الحديثة. إذا علم الله قديم، أما علم الإنسان كسبي يأتي من الخطأ والصواب. أساسا كل تطوير الآلات نتيجة خطأ في التصميم، هذا الخطأ ينكشف يكسر بتلافوه بالصناعة القادمة. فقضية علم الله بحث ممكن أن تعيش معه كل يوم وكل دقيقة. لكن ما قيمة العلم؟ قال شرف المتعلم من شرف المعلوم. الواحد في عنده إنسان يملك خبرة واسعة في تزوير العملة، هل هذا العلم محترم؟ مثلا إنسان يملك خبرة واسعة في تهريب المخدرات، هذا علم كمان. فكلما ارتفع مستوى العلم ارتفع المتعلم. فإذا كان مضمون علمك معرفة الله
لذلك أعظم شرف على الإطلاق أن تشتغل بمعرفة الله، وفضل العلم بالله على العلم بخلقه كفضل الله على خلقه. أيها الإخوة، قضية العلم قضية دقيقة جدا، وهذا الإنسان الله زوده بقوة إدراكية، قوة إدراكية، فإذا طبق هذه القوة في معرفة الله كان في أعلى مستوى عند الله. أيها الإخوة، نحن دائما وأبدا نحاول أن نتفكر في خلق السماوات والأرض من أجل أن نعرف علم الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.